It's hard to see. من الصعب أن نرى ذلك. أنه زميلي ضيفك أيضا لديه نفس التحليلات وأنا أحترم ذلك. العراق لديه أمور كثيرة جدا وأيضا هناك أمور كثيرة يجب متابعتها وتحليلات وأنها قواتنا هناك تقوم بتدريب القوات العراقية وأيضا الحوارات مع القادة هي مهمة جدا وسوف تستمر خاصة في أمور كثيرة أنه خاصة أنه إيران هي تقوم بالسيطرة على الكثير من الأمور في العراق وأساسيا هناك حظ واسع لليوم الأول أنه يقوم بالتركيز عليه ترامب بوضع ضغط كبير على إيران وعقوبات على إيران هي كانت خاصة ما حدث وما رأيناه حتى أنه العراق حاول أنه يقوم ببناء القوى الكهربائية لكنه كانت هناك بعض التخريبات تجاه العراق فالعقوبات على أنه كانت أنها لم قد خاصة أنه بعض العقوبات تم مسحها وإلغائها تجاه العراق ولكنه أيضا هناك يعني أمور أخرى هل بالإمكان أن تتخيل سيد ديفيد أن يقوم ترامب بتقريب العراق من ناحية رفع العقوبات التكامل الاقتصادي المزيد من الشراكات الاقتصادية المزيد من الشركات الأمنية التي تدخل لإعمار ملف الطاقة على سبيل المثال الانتقال بالعراق إلى الطاقة النظيفة وإلى آخره هل بالإمكان أن يقوم ترامب أم سيبقى ترامب ينظر للعراق من منظار جواره لإيران أو يعني تقاربه مع إيران بسبب استقطاب المحاور إذا لديك شخص مثل ترامب ويحاول أنه يقوم بالتحرش في العراق هذا شيء لا نقبله أبدا خاصة لسوف يؤثر على الاستثمار وعلى التطور الاقتصادي وهذا سوف لن يكون في صالح العراق وأنه ترامب يريد أن يرى العراق هي قوة اقتصادية ونفطية وتلعب دورا مهما في المنطقة ومن أجل تطوير البلد ولكنه الآن إيران هي تحاول السيطرة على العراق بطريقة أو ما وأيضا أن الإمبراطورية الفارسية هي التي تسيطر وتقلل من القدرات الاقتصادية خاصة هي شيء له دخل بوعود إيرانية تجاه العراق وأنه الحشد الشعبي يجب أنه يمحى من الحكومة ويخرج من الحكومة وشيء مهم سيكون كارثيا أن إيران خاصة إذا ضربت إسرائيل من الأراضي العراقية وإرسال صواريخ فترامب عندما يأتي إلى المكتب البيت الأبيض سوف يقوم بأعمال تجاه هذا الأمر